بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان. سهره رياضيه جديده ملعب اون تايم سبورتس. منذ لحظات انتهت المباراه الثانيه في الدور نصف النهائي لبطوله اوروبا والتي جمعت بين المنتخب الانجليزي والمنتخب الهولندي. احنا قلنا نرحل الحلقه شويه تبقى 12 على اساس انه تلحقوا تتفرجوا. بيني وبينكم انا بتفرج قلت بقى لسه وقت اضافي واحتمال نخش في ضربات ترجيح وشغلانه وحدوته، لكن واتكنز الله يستره اللي نزل في الدقيقه 81 ونجح في بعدها ب 10 دقائق بالتمام والكمال سجل هدف الفوز وهدف صعود المنتخب الانجليزي الى المباراه النهائيه. هولندا كانت اتقدمت في الدقيقه 7 عن طريق تشافي سيمونز، ولكن هاري كين في الدقيقه 18 من ضربه جزاء ونجح واتكنز في الفوز او تسجيل هدف الفوز في الثواني الاخيره من اللقاء او من الوقت بدل الضائع. مبروك للمنتخب الانجليزي، ونحن على موعد نهائي نار بين اسبانيا وانجلترا. لافوينتي مدرب المنتخب الاسباني في مواجهه ساوث جيت، خلاص كده ساوث جيت للبطوله الثانيه على التوالي يصعد الى المباراه النهائيه. هل تبتسم له كره القدم ام تواصل عنادها مع الانجليز ولا الاسبان اللي بيستحقوا كل تحيه وتقدير ينجحوا في الفوز بالبطوله؟ ننتظر ونرى، والنهارده كلامنا هيبقى كتير جدا على البطوله الأوروبية. خلينا نطلع من بطولة أوروبا إلى حوادتنا، وحوادتنا كتير، أو على رأي إخواتنا الإسكندرانية حوادتنا ياما ياما ياما. إسكندرانية لهم لهجة جميلة كده ولهم طبع في الكلام، مفيش أجمل ولا أحلى ولا أروع من كده. صدق أو لا تصدق يا مؤمن، كلنا عارفين ومتأكدين إن منتخبنا الوطني بيسافر النهاردة، ونقعد نقول والمنتخب يغادر يوم 10 الى فرنسا، هيقعد مش عارف فين، ومباراته الاولى يوم 14 ومباراته الثانيه يوم 17. اذ فجاه السفر تاجل لامتى؟ دي فزوره النهارده. متى سيسافر منتخبنا الوطني الاولمبي الى فرنسا للمشاركه في الاولمبياد؟ خلي بالك انا عندي ماتش يوم 14 مع الاوكران، وعندي ماتش 17 مع اخواتنا فريق العراق. طيب النهارده ما سافروش، بس عشان اكون امين في كلامي وفي عرضي انه اللي قال لك راحوا المطار وفضلوا قاعدين ومستنيين، هذا الامر لم يحدث. هم من امبارح عارفين انه ما فيش سفر، يعني من امبارح بالليل عارفين انه ما فيش سفر. وانا طبعا قعدت اسال واتقص، يا اخوانا يا خلقه هو يا جماعه هم ما سافروش ليه؟ واحد قال لك ما خدوش التاشيرات. بصوا يا جماعه، في هذه البطولات بيحصل بيعملوا حاجه اسمها الاي دي كارت او الاكريديتيشن، اسمه كده، او بطاقه التعريف اللي بتحطها على صدرك دي. البطاقه دي بمثابه تاشيره او جواز سفر. هو عشان ما يبقاش عندك تاشيره اللي هي الشنجل بتاعت اوروبا كلها، فدي بتدخلك فرنسا، فالبطاقه دي بتستعملها بمثابه جواز سفر، هي التاشيره الخاصه بيك. طيب احنا المفروض نستلم الحاجات دي من امتى؟ من يومين فاتوا او كده يعني. احنا طبعا بتوع اللقطة الأخيرة، وبرضو عشان ما ظلمش الاتحاد المصري لكرة القدم، الموضوع ده تختص بيه اللجنة الأولمبية. اتحاد الكورة باتصالاتي قالوا لي احنا جالنا جواب من اللجنة الأولمبية زي ما انت كده هتشوف كده. المنتخب كان سيغادر لفرنسا بدون تأشيرات، كان هيسافر بالتصريح المعتمد للبعثة من اللجنة المنظمة والتي تعتبر بمثابة موافقة الدولة المنظمة على دخول الرياضيين المشاركين بالأولمبياد الرياضية. أنا جربت ده في كأس العالم في روسيا. حلو الكلام. طيب خلاص، وعلى فكرة راحوا السفارة وعملوا بصمة العين وعملوا كل ما هو مطلوب منهم، عشان بس احنا ايه بنحب نزيط في الزيطة. هيصة هيصة، كان في زمان كده في أفراح الفلاحين يقول لك عند العروسة هيصة، عند العريس هيصة، فاحنا دلوقتي عند الاتحاد هيصة. احنا بنحب الزيطة ونحب نهيص، واكتب يا تويتر واكتب يا انستجرام واكتب يا مش عارف فيسبوك واكتب يلا، والناس كلها تروح في الزيطة. يعني احنا ممكن بدل ما نقول هيصة نقول زيطة زيطة، خليها زيطة او هيصة او داوشة داوشة، زي ما انت عايز تقول قول، يعني غنيها بطريقتك. فكله راح رايح على اتحاد الكورة. ما هو اتحاد الكورة ماله؟ هذه البطولة تابعة للجنة الأولمبية. لومي بس على اتحاد الكورة ان انا اتكلمت مع كل الناس وزملائنا في الاعداد اتكلموا مع كل الناس، قال لك عندنا جواب جاي من اللجنة الأولمبية، خطاب مرسل من اللجنة الأولمبية يفيد بإمكانية دخول فرنسا بالتصاريح المعتمدة
وعدم حاجة البعثة إلى تأشيرات منذ يوم 26 الماضي 26 يونيو. يعني بقالنا قد كده يعني. هم قالوا لهم ناخد تأشيرات، قالوا لهم لا. طب فين يا جماعة الأكريديتيشن؟ لا ما جاش، مستنيين. طب وبعدين؟ فالاتحاد الكرة دلوقتي مستني وصول التصريح المعتمدة، بيقول لك خلال ساعات، خلال الساعات القليلة المقبلة بيحاولوا يعني بقى هنجيب لا تأشيرات. اوعى تقول لي هتجيب تأشيرة، انا معايا تليفون مهم، بس اوعى تقول لي هيجيبوا تأشيرة، لانه تأشيرة لان احنا في اجازات. لكن هل ده بيتطبق على السفارات ولا لا؟ كابتن محمود حرب مدير منتخبنا الوطني الاولمبي. كابتن محمود مساء الخير. كابتن ازاي حضرتك؟ ازيك يا فندم؟ مبارك. كله تمام يا فندم، ربنا يخليك. عايز اسالك سؤال، وانت رحت المطار؟ خليني اولا اشكر حضرتك انك وضحت نقط مهمه جدا، ودي اهم حاجه، واسمح لي اكمل عليها بس. اتفضل يا فندم. نقاط كده. نعم. احنا يوم 8/5 بعتنا جواب للجنه الاولمبيه، قلنا لها عايزين نعمل معسكر في فرنسا. نعم. من اول شهر 7، كناش لسه حددنا التاريخ بالظبط. من اول شهر 7 وميعاد وصولنا النانت يوم 18 المفروض الميعاد الرسمي. هل الفتره من 1 ل 18؟ نعم. هخش ازاي باريس؟ جالنا رد بتاريخ 16/5، ردوا علينا قالوا احنا رجعنا للجنه المنظمه. نعم. اللجنه المنظمه في فرنسا. هذا الخطاب جالك من اللجنه الاولمبيه المصريه؟ كل الحاجات اللي قلتها لحضرتك. حلو. بجوابات رسميه. ماشي. يوم 16 ردوا علينا قالوا احنا سالنا اللجنه المنظمه. نتكلم بتاريخ 16/6. 16/5، لا 8/5. 8/5 بعت قلت لهم انا عايز اعمل معسكر في فرنسا. حلو. في فرنسا ازاي؟ ردوا عليا 16/5. قالوا احنا سالنا اللجنه المنظمه وهي عامله حاجه للمنتخبات عشان اللي عايز تعمل معسكرات، ان هي سامحه ان المنتخبات تخش باريس من تاريخ 26/6، يعني مسموح لي ان انا اخش باريس من 26/6 بالاكريتيشن او بالاي دي. ممتاز. ومش محتاج فيزا تاخدها. ماشي. تمام. واشتغلنا على كده، فضلنا شغالين على كده. يوم 15 بعتنا القائمه الاوليه بتاعتنا اللي هم ال 50 اسم. ايوه. يوم 23/6 بعتنا استعجال، يا جماعه عايزين الاي دي ما جاش عشان نعرف نخش. نعم. نخش المعسكر بتاعنا. انت بتراسل اللجنه الاولمبيه المصريه. انا ما اقدرش اراسل اللجنه الاولمبيه بره. انا بوضح للمشاهد بس. يا كابتن محمود اتفضل. بالظبط. فهم مشكورين برضو اللجنه الاولمبيه المصريه بتبعت للجنه الاولمبيه بره تقول لهم يا جماعه مستعجلين. نعم. الحاجات دي معسكر. قعدت استعجال تاني يوم 27. كويس. نفس الحكايه، قالوا احنا بنبعت لهم بره وهم ما بيبعتوش برضو الاي دي. نعم. 2/7 جات لنا دعاوي اللاعبين، دعاوي اللاعبين دي انفيتيشن، يعني كشف كده في اسماء اللاعبين القائمه الاولانيه بتاعتنا. ماشي. عشان نروح نبصم، بحيث اول ما الاي دي يجي يبقى معاك البصمه ومعاك الاي دي وكده. حلو قوي. نعم. ده كان اول اكشن جانا من فرنسا. حلو قوي. كان كل ده الموضوع من فرنسا، خلي بالك مش من مصر. 2/7 اللي فات ده كان لاعبين بس. 2/7. نعم. جاي كشف اللاعبين. ماشي. 6/7 جانا الانفيتيشن بتاعت الجهاز، اسماء الجهاز. حلو قوي. كلها جميل. في كشف تاني. رحنا بصمنا يوم 8/7. كويس، اللي هو اول امبارح. بالظبط، الجهاز واللعيب. بعد ما بصمنا تواصلت معايا من في اللجنه المنظمه هناك مسؤوله الفيز عن اللي ماسكه مصر، فرنسويه يعني، حد من اللجنه المنظمه. نعم. قالت لي الايديات مش هتوصل. نعم. طب وانا هعمل ايه؟ انا عندي معسكر يوم 10. قالت لي احنا هنحاول نشوف حل ونشوف، بدل كده كده انت بصمت هنتصرف. رجعت لي تاني بالليل قالت لي ودي الباسبورات الصبح السفاره. ده امبارح. امبارح. كويس. رحت وديت الباسبورات السفاره. نعم. يا جماعه ده مسافر، ما كنت المفروض مسافر بقى 10. ايوه. انا مسافر يا جماعه. مراسلات طبعا مع اللجنه المنظمه هناك، وتدخل برضه دكتور اشرف صبحي. نعم. واستاذ جمال والمجلس كله بصراحه. كل الاجهزه يعني متعاونه معانا في الموضوع ده. كويس. قال لك خلاص. فردت عليا الست هناك قالت لي بص انت الحل هنحط لك زي ستيكر كده شبه الفيزا، مش شنجل، فيزا عاديه تدخلك بس فرنسا بس. ماشي. عشان نحل المشكله دي وتاخد الاي دي هناك. ماشي. قلت لها كويس بس انا عندي يوم 10. ردت عليا امبارح قالت لي بص انا صعب اطلع لك الموضوع ده يوم 10، مش هيلحقوا في السفاره. خصوصا ان السفاره عندها تعليمات ان السفر بالاي دي ما فيش اصلا الموضوع ده اصلا، فالسفاره مستنيه تعليمات من فرنسا. نعم. ان هي تدخلنا تحط لنا الطابع ده والحلو ده. فضلنا في الموال ده، وتدخل برضه زي ما بقول لك حضرتك دكتور اشرف صبحي والناس برضه مجلس الاداره واجهزه الدوله كلها تدخلت في الموضوع، على امل ان شاء الله ان خدنا وعد ان احنا ان شاء الله بكره نستلم الباسبورات من السفاره ان شاء الله. يعني بكره. بكره.
ده وعد. اما في موضوع برضو كويس ان حضرتك رديت في موضوع الطياره، طبعا انت عارف حضرتك موضوع الطياره ده عقد ممضي وفي فلوس اتحولت، يعني موضوع الطياره مفيش حاجه بتتلغى ولسه ما حجزناش طياره ولا حاجه. طبعا الطياره بيبقى ليها تراخيص عشان تطلع وتنزل يعني نعم. حاجزين كل حاجه طبعا في موضوع الطياره، وبرضو الجواب ده معمول من يوم 1/7، موضوع الطياره ده نعم. جوابه معمول من يوم 1/7 يعني وكل الطياره، الكلام. وانس ان انت خدت يعني خدت التاشيرات او خدت الاكريديتيشنز وتمام التمام، هتبلغ الطياره تخرج بقى بعدها بيوم بساعه باي بالظبط حاجه، بالظبط مظبوط كده يا فندم؟ بالظبط. احنا نعم. حاطين ميعاد مبدئي بكره ان شاء الله لو ربنا كرمه كلمونا السفاره، وانا بناشد برضو من خلالك ان شاء الله ان نقدر نستلم الباسبورات بكره الصبح بدري، بحيث ممكن على المغرب ولا حاجه نطير ان شاء حلو الله. قوي. مع الميعاد اللي انتوا واخدينه هتستلموا فيه التأشيرات ولا الاكريديتيشنز او بطاقات لا التعريف؟ ما البطاقات مش تلحق تيجي، البطاقات هي امال بتبقى رجل هتستلم بقى هناك اللي هي مش هتبقى التأشيرة اللي لدخول هو فرنسا التيكر، بس؟ التيكر كده اللي حاطط اوكي. دخلك فرنسا بس مش فيزا شنجل، فرنسا وتستلم دي بتبقى وتستلم هناك ال ال الاكريتيشن، انت هسلمك الاكريديتيشنز. هناك تمام الاكريتيشن. يا بالظبط جماعه، احنا بس عشان بنقول اكريديتيشن لان سأله في ناس، معلش انا اسف، انا ما كنتش عارف اكريديتيشن يعني ايه، يعني اللي هو البطاقه اللي الاي تي، بتتعلى دي. بطاقه البحث. ما احنا بالظبط ما يعني هنقول اكريديتيشن بعدين نروح نقول اي دي، نقول البطاقه اللي بتتلبس اللي بالظبط الناس البطاقه. بتعرف على الشخصيه. طب يبقى من المنتظر السفر مساء غد ان شاء الله كابتن ان شاء محمود. الله ده اللي متفق عليه، او اخر رساله وصلت لي منها هناك ان تمام شاء الله حد من السفاره هيكلمك بكره تروح تستلم الباسبورات حلو قوي. ارجو بس يا وتبدا. كابتن محمود من خلال صفحه الاتحاد تعلموا الناس او تعلنوا الناس اولا باول، بس مش عايزين اكتر من كده. طبعا طبعا. ادي نمره واحد. نمره اتنين، موضوع ابراهيم عادل، وطمني عليه، اتمرن ولا لسه ما اتمرنش؟ لا لا لسه ابراهيم عادل تحت التاهيل بيتمرن مع الجهاز الطبي تأهيل، لكن لسه لا ما بدأش تمرينات جماعية، لا لسه ما بدأش انتهت تمرينات. القصة خالص، تأجل السفر ما تأجلش السفر، هو مكمل مع المنتخب؟ انا كان بالنسبة لي هو مكمل مع المنتخب، ما كانش عندي معلومات اخرى غير ان هو مكمل مع المنتخب يعني، فده والله يا ده كابتن بالنسبة محمود لي هو انا لسه مكمل معايا لغاية دلوقتي يعني الحمد لله. لا يعني لغاية دلوقتي يعني ممكن يخرج بكرة؟ لا معلش لا عشان لا مكمل معايا اصل يعني، حد اسمع قال لي كلامي لا بس، الناس بتاخد ربع لا الكلمه وتبني عليها لا 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 حدوته، انا واصله قصدي قال وما قالش، يقول لك انا لا محمود حرب انا قصدي لحد ان هو دلوقتي. طب بكره في ايه؟ لا 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 علامه احنا بكره استفهام، حاطين ان ومحمود شاء الله حرب يثير علامات الاستفهام. نعم. لا 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 انا بقول ابراهيم لحضرتك عادل مع انا محدد المنتخب حتى بالظبط السفر ولن يخرج ان من شاء الله المعسكر، صح ان كده؟ شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالظبط زي ما بشكرك يا حضرتك كابتن بتقول كده. محمود. عايز توضح حاجه شكرا. تانيه؟ لا 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 شكرا، بس انا وضحت لحضرتك كل حاجه بالتواريخ وكل ده فعلا اللي حصل من اول حاجه، وكل دي حاجات جوابات كلها مثبته يعني، لكن ما زي ابراهيم ما انا بقول لك اللجنه قدامي اهو، ابراهيم في التمرين زي الفل اهو، بس تدريبات لا ده هنا علاجيه. ده هنا في التاهيل ده تحت تدريبات علاجيه، ما انا قصدي ده مع تدريبات. الدكتور صلاح عاشور اهو بيأهل. تدريبات علاجيه. بشكرك بالظبط. شكرا جزيلا كابتن شكرا محمود جزيلا. حرب، مدير منتخبنا الوطني الاولمبي، على فكره من الشخصيات المحترمه جدا والاداريين الشطار، يعني عشان حضراتكم تبقوا عارفينه انا بحترمه كثيرا يعني. ها كده حلو ولا عايزين تعملوا فيلم؟ ما احنا دلوقتي في اليومين بتوع الافلام واللقطه والترند والشهد والدموع، شغالين احنا كده. حتى الحزن ما بنعرفش نحزنه صح، حتى لما يكون في حالة حزن وفي حالة ألم مش عارفين يعملوها صح يعني. يعني دايما بتبقى في حاجات كده، الأفورة بتبان، الأفورة بتبان، وبعد وقت المشاهد كلها بتتعرف والقصة كلها بتعرف. ممكن تخدع بعض الناس بعض الوقت، لكنك لن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. ولسه لسه 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 اصبروا اصبروا شويه كده، اصبروا شويه كده، لانه في حاجات كتيره جدا هتقال، بس خليك ايه صبور. اخد الحق صنعه عشان الدنيا تمشي حلو. تعالى بقى الهيصه تانية، ما النهارده عنوان الحلقه هيصه، الاغنيه اللي قلت لك في الاول، بس احنا غيرناها من هيصه لزيطه. حكايه شهد، في مارس 2023 اتأهلت شهد إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من البطولة الإفريقية للدراجات. في 2024 كان في سباق قبل الأمطار الأخيرة من خط السباق، شهد مع زميلة ليها كانت في المركز الرابع، وفي بطلة جميلة اسمها جنى أو جنى علوة كانت في المركز الثالث. شهد خبطت فيها جنى، وقعت وجالها ارتجاج وجالها كسور في الضلوع بعد اصطدام شهد به.
30 ابريل الاتحاد المصري طبعا قامت دوشه، قرر استبعاد شهدي من السباق وتوقيع غرامه تقدر ب 100 فرنك سويسري. ماشي. الاتحاد المصري قرر انه يوقف شهد لمده عام محليا من تاريخ حدوث الواقع. في 4 مايو 2024 محمد ابراهيم المدير الفني لمنتخب مصر للدرجات دافع عن شهد وقال انها لم تتعمد اصابه زميلتها وانه اللي حدث كان مجرد اصابه ملاعب. انا بس ماشي معاك بالتدريج يعني. هنا اللوم على الاتحاد. هيكون معايا الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد بعد شويه. طب حضرتك وقفتها ليه طالما المدرب بيقول انه لا دي اصابه ملاعب ما فيش حاجه خالص. النهارده انت بتعلن كاتحاد عن مشاركه شهد سعيد ضمن البعثه الرسميه في اولمبياد باريس، عمل اجتماع طارئ عشان يناقش الازمه والقصه والحدوته شكلها ايه. قال لك يا مشاركه الوزاره قالت ده قرار مشاركه اللاعبين من عدمه في الاولمبياد بيعود للاتحاد المحلي والدولي للعب. الدكتور وجيه رئيس الاتحاد قال لك غياب شهد سعيد عن الاولمبياد هيتسبب في ضرر الاتحاد المصري وما نقدرش ننسحب في الوقت الحالي لان احنا ادرجنا اسمها في الاتحادين الدولي والافريقي. تمام خلاص. طبعا لازم السوشيال ميديا تريد ان تحكم وتتحكم. لابد من استبعاد شهد. هو حضرتك صاحب القرار؟ انت مش صاحب قرار. هو انت للاسف الشديد اصبحت مؤثر على صاحب القرار وبقوه، فيا اما شهد تمشي يا اما بلاش. انت لست صاحب قرار. اللي انا بقوله ده انا عارف بيسبب لي مشاكل كتيره جدا لانه احنا عندنا العاطفه شديده جدا. انا ماليش لا مشكلتي ولا مسؤوليتي. انا هنا بلوم على الاتحاد. انت وقفتها عام يبقى هي مخطئه، يبقى تبقى بره. المدرب قال لا البنت ما عملتش حاجه يبقى ما كانش الاتحاد يجتمع يقول هذا القرار. البنت اصلا متاهله للاولمبياد، اصلا متاهله للاولمبياد، يبقى تحافظ عليها فتبقى الامور واضحه. وفجاه مصر كلها بقت بتاعه درجات وكلهم بيفهموا في القصه والحدوته. هيطلع يقول لك يا اخي ده انت ما عندكش اي نوع من انواع الانسانيه، ده عندها كسر في الضلوع وعندها اشتباه في شرخ في الجمجمه. يا عم انا بكلمك على نظام، انا بكلمك على نظام، النظام يمشي ازاي؟ وانت مش هتبقى سيف مسلط على رقبتي في كل وقت وكل شويه مخوفني وخاضدني وراعبني وانا قلقان منك ولا تفرق. بص طول ما عندك ثقه في نفسك، طول ما انت مش قلقان من حاجه ولا يهمك. انا بقول الكلام ده لاي مسؤول لاي صاحب قرار، ولا تقلق ولا تخاف خالص. وهناك القانون اللي احنا كلنا بنمشي معاه وبنمشي بيه، ده اهم حاجه خلي بال حضرتك. فالنهارده اصدروا قرار انه شهد هتسافر، خلاص مسافره ورايحه الاولمبياد ومسافره خلال ايام. لا لابد من السطوه والتحكم، مش هنسفرها. قرار كان سريعا بالسفر. اللوم الوحيد على الاتحاد انه كان اصدر قرار بايقافها عام وان المدرب اختلف من الاتحاد في هذا الامر. لو كان الاتحاد قال غرامه، لو كان الاتحاد عمل تحقيق، لو 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 كان يبقى ماشي. لكنه شهد في الاولمبياد، خلاص شهد في الاولمبياد. وبعد كده يا جماعه نخلينا كده ايه على مهلنا شويه واحنا بناخد القرارات عشان نعرف الناس او نعرف الناس انه احنا ما بناخدش حاجه كده عمال على بطال. كل ما نأمله انه يبقى لنا، طبعا احنا درجات صعب نكون مصنفين في الحصول على ميداليه لكن على الاقل في تمثيل جيد. دكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدرجات. دكتور وجيه مساء الخير. اهلا اهلا بيك. مساء النور يا حبيبي. ازيك يا معالي الدكتور؟ انا يعني شرحت واستفدت في الحديث عن القصه وقعدت اطول شويه لحد ما تيجي حضرتك معانا على التليفون. لا وانت صاحب حق دايما تتكلم عن ربنا الحق دايما يعني. الله يخليك. اسيب حضرتك سعيد بكلامك يعني. ربنا. طب اتفضل يا دكتور. يعني هو بس يعني طب ليه اوقفتوها عام في الوقت ان المدرب بيقول ان البنت يعني ده اصابه ملاعب مفيش مشكله؟ لا شوف هقول لك على حاجه. احنا لو سيبنا الموضوع للاراء المختلفه نعم مش هناخد قرار. نعم. لكن احنا بنعمل اولا عندنا ده بيبقى فيه له اكثر من هدف. نعم. اولا ان اللي بيعمل حاجه لازم ياخد جزاء. دي نمره واحده. تمام. نمره اثنين ما نديش
ما نخليش الامور عايمه عشان بعد كده ما تتكررش. نعم. مهم جدا يبقى في نوع من الحسم عشان يبقى في التزام. نعم. من الناس كلهم ولادنا كلهم ولادنا. تمام. اللي غلط ابننا ابننا ونقول له انت غلط ونوجهه انت عارف اسلوبي طبعا ونوجهه ونقول له امشي في الاطار السليم. تمام. هتمشي كويس انت هتكمل معانا، مش هتمشي كويس هتبقى بعيد عننا. ماشي. الامور بسيطه يعني. تمام. محتاجه نتكلم. لا هو السؤال يا دكتور وجيه هي مدانه ولا مش مدانه؟ لانه ده يفرق جدا يا دكتور وجيه. ما انا هقول لك على حاجه. اتفضل. يعني النهارده ايه؟ الادانه دي نسبيه. انا ما اقدرش اخش جوه ولا انت جوه انها قاصده عمدا كذا كذا. ماشي اوكي. بينا وبين ربنا. لكن اللي ظاهر لينا ظاهر لينا احنا خدنا عليه فبندينه. واخد بالك؟ يعني احنا ما احنا لما ناخد قرار ماشي خلاص. اذا لما ناخد قرار اذا اتحاد الدرجات راى ان شاهده مدانه بدليل انت اوقفتها لمده عام. بالظبط. يبقى السؤال الثاني اللي بعديه على طول يعني طب ما هي مسافره اولمبياد، الايقاف ده ما بيسري على كل الامور. دقيقه واحده. اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا فندم. انت راجل وطني وانا قلتها لك وبقول لك تاني. تمام. انا في اعتبارات وطنيه. نعم. انا وانت ومرت كتير في نعم. في العاب كتيره في ظروف زي دي كتيره. انا النهارده ما يكون انا يعني معلش عايز انت عايز تعاقب اللاعب او اللاعيبه. نعم. تمام؟ لكن انت عندك موقف وطني لمصر. نعم. بعتنا الاسم. نعم. من فتره ومتسجل في الاتحاد الدولي. ماشي اوكي. ومتسجل في الاولمبياد ومتسجل نعم. كل حاجه. ما ينفعش انا اسحب مصر، هو مش هيخش كان بتاعك. كان يجب ان يتضمن القرار ايقافها لمده عام محليا على الا يؤثر هذا الايقاف على مشاركتها الاولمبيه. ما هو ده قرارنا، ما هو ده اللي انت بتقوله ده بالنص كده. والله هو ده قرارنا. واخد بالك؟ طب ما اجتمعتوا النهارده تاني ليه؟ دلوقتي يعني اجتماع طارئ ليه؟ لا تكونفيرم يعني انا اخدت من الاول. حضرتك تقول لي انا واخد قرار انه موقوف عام محليا لكنها هتشارك اولمبيا. شكرا لك. ما هو ده اللي احنا واخد بالك، ما هو ده اللي احنا عملناه وده اللي احنا اجتمعنا عشان يعني انا اخدت القرار صح؟ يعني نعم. انا اخدت قرار رئيس اتحاد. نعم. اللي انت بتقول عليه. نعم. لكن برضه لازم اسبورت القرار ده بمجلس تطلع يا دكتور صوره القرار بمنتهى البساطه. انا اخدت قرار من قد كده بايقافها محليا مع استمرار مشاركتها الاولمبيه. عايز اقول لك على حاجه. احنا واحنا كل قرار بناخده بنعمل عنه نشره، انت فاهم قصدي ازاي؟ لا نعم. انا يعني برضو دي مش عايز انا دايما اعمل ماجنيفيكيشن يعني تكبير بقى للموضوعات وبتاع. بتعدي علينا حاجات زي كده كتير. فاهم قصدي ازاي؟ ما اعرفش انا شخصيا لغايه دلوقتي مش عارف ايه اللي عامل الضجه الكبيره قوي دي. ما عدى علينا حاجات زي كده وخدنا في قرارات زي كده واخد بالك؟ لكن الامور احنا اهم حاجه ما يكونش عندنا انحياز، مهم جدا. وفي نفس الوقت ما عندناش ظلم. بشكر حضرتك دكتور وجيه. بشكرك فندم دكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات. كان الامر سهل وبسيط، ايقافها محليا على الا يؤثر هذا الايقاف او لا يسري هذا الايقاف على البطوله الاولمبيه او الدوره الاولمبيه لانها تاهلت للدوره الاولمبيه لو يمكن تغيير الاسم. الامر بسيط لان انت كاتحاد ادنتها، لكن هي عشان حاجه وطنيه وعشان يبقى هي هتشارك في الاولمبياد. نكمل قرارنا للنهايه واحطه على صفحتي، وفي الاخر اي حد يتكلم يرجع يا فندم لقرار مجلس الاداره، حتى لو الدرجات ما حدش يعني بيتابعها ولا لكن في الاخر هيبقى الامر موجود يعني. طيب خلينا ناخد عنواننا الثالث قبل ما نطلع لفاصل عشان استقبل ضيوفي والحديث عن نهائي اوروبا المنتظر ما بين الاسبان والانجليز. الحل السريع. كاف اعلن النهارده تفاصيل الادوار التمهيديه في البطوله الافريقيه. مقرر اقامه القرعه الخميس بكره في مقر الكاف بالقاهره. 89 نادي من 47 بلد بيشاركوا في دوري الابطال، وبيشارك في الكونفدراليه 52 نادي من 41 بلد. خلص قول لنا الكاف قرر اعفاء الانديه الاعلى تصنيف في بطوله الابطال من الدور الاول، الاهلي الترجي صن داونز بترو اتلتيكو ومازيمبي الكونغولي، دول بره البطوله. الكاف ربنا يكون في عونه، كل ما يجي يدور على الابطال البطل يقول لك الاهلي، البطل يقول لك الاهلي، البطل يقول لك الاهلي، البطل يقول لك الاهلي. وحد هيزعل من كلامي ده؟ هو انا بجيب حاجه من عندي ولا ايه؟ 4 من 5. فبيجيب بقى بالتصنيف اللي وراه اللي وراه اللي وراه. وفي الكونفدراليه الكاف قرر اعفاء 12 نادي من الدور التمهيدي الاول بناء على التصنيف، الزمالك، المصري، نهضه بركان، اسك، الزمالك لانه هو البطل،
والفرق التانية حسب التصنيف أسك، وبعدين الملعب المالي، أنيمبا النيجيري، اتحاد العاصمة الجزائري، سيمبا التنزاني، صفاقس التونسي، فيتا كلاب الكونغولي، سيخخون يونايتد الجنوب أفريقي، اف سي لبوبو الكونغولي. دول اللي كانوا تم الكاف أعلن عنهم، لكنه الجميل أنه ظهر معهم النادي المصري، وهذا أمر أعتقد أنه جيد. لكن ما زالت المشكلة، إيه هي المشكلة؟ الأهلي وبيراميدز، أنه بيراميدز هيبقى عنده مباراة تتعارض مع الأسابيع الأخيرة في الدوري العام، مباراة أو مباراتين. إيه اللي هيحصل بقى؟ ده اللي هنعرفه خلال الأيام القليلة المقبلة. النهاردة أعلنت لجنة الحكام عن طاقم التحكيم أسباني يدير مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة 14. خافير روخس هو حكم الساحة، الفريدو رودريجيز هو الحكم المساعد، فيكتور جارسيا حكم مساعد تاني، سيديرو دياز الفيديو آسف الفريدو رودريجيز حكم مساعد أول، رودريجو رودريجيز مورينيو حكم مساعد تاني، جارسيا الرابع، إسيدرو أو إسيديرو دياز ديميرا ده الحكم الفيديو المساعد الأول، وماتيو بوسكيتس فيرير ده حكم الفيديو الثاني. نتمناها مباراة طيبة، مباراة ممتعة لجماهير الكرة المصرية. يلا بينا على فاصل أعزائي المشاهدين والمتابعين. بعد الفاصل أحمد الجهري وبلال محسن وقراءة في الأحداث، خصوصا نهائي بطولة أوروبا، الأسبان والإنجليز، من يفوز من يتوج باللقب. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما ارحب بضيوفي الاعزاء، اتحاد الكوره نفى نفيا تاما ان هناك اي استثناءات في القيد لاي نادي، وحسب ما يفتح القيد هيبقى على كل الانديه. والاستاد القاهره قرر انه يؤجل الصيانه الى ما بعد نهايه بطوله الدوري العام، وحسنا فعل. تعالوا نرحب بضيوفي اللي موجودين ومنورين ومشرفين. احمد ايهاب الجهري، لازم اقول اسمك الثلاثي، ابوك صاحبي وحبيبي وبالتالي لازم اقول اسمك الثلاثي. احمد ازيك؟ ازيك يا كابتن مصر، منور، وحشني. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، صحتك طيب وانت بالف صحه والسلامه. بلال محسن، مساء الفل يا بلال. مساء الخير طبعا يا كابتن، اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين. مبسوط ان انا مع حضرتك ومع الجهري طبعا، ان شاء الله تبقى حلقه جميله. يعني انا اللي مبسوط وسعيد يا كابتن. ربنا يخليك. الباشا ده بقى ايه؟ انا اعرفه من سن سنتين ولا سنه في النادي، وبعدين جه عندي، كان عندي اكاديميه كوره، قعد عندي جي سنتين ثلاثه، وبعدين انتقل من هذه الاكاديميه الى عدد من الانديه، ثم بعد كده راح لعب بقى في نادي الزمالك ولفه. فهو زملكاوي بس هو الاصل اهلاوي، عشان برضه تصير عارف القصه شكلها والمنشا عامله ازاي. يعني احمد، نهائي منطقي لحد كبير. اه كابتن، يعني المنطقيه كلها راحت لاسبانيا بصراحه. بطوله ولا اروع المنتخب الاسباني من اول المدير الفني دلافوينتي عامل بطوله رائعه. لعيبه صغيره، ما حدش كان متوقع ان فرنسا، يعني خلينا نتكلم قبل البطوله الناس كلها كانت بترشح منتخبات بعينها. تحديدا فرنسا، فرنسا عندها دبث في السكواد، عمق في التشكيل. بتتكلم على ثلاث فرق كابتن تقدر تحطها لفرنسا وانت مرتاح. البرتغال انت بتتكلم على الدوافع اللي كانت موجوده عند كريستيانو رونالدو، واللعيبه اللي يعتبروا معظمهم كلاس ايه دلوقتي في اوروبا. فرقه زي انجلترا برضو الناس كلها كانت مرشحاها. هنتكلم طبعا عن انجلترا في الحلقه، لكن في المجمل بالنسبه لنا ما تقدرش تقول حصان الاسود، لان اسبانيا فرقه كبيره، منتخب عنده ارث كروي موجود في اوروبا وفي حتى في بطولات كاس العالم. لكن اسبانيا عملت بطوله مميزه من لعيبه صغيره ولعيبه حتى معظمها مش بروفايلات كبيره. عايز تحكي شويه عن اسبانيا وعن التخطيط؟ اه طبعا يا كابتن، عايز احكي ان 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 الناس يا كابتن بره، يعني مش هقول عكسنا بس عموما، يعني الناس بره ما عندهمش فكره. وليه ما تقولش عكسنا؟ عشان الناس بتزعل. وليه ما تزعل؟ وانا هفضل اطبطب. احنا كابتن ولازم اطبطب وادلع. يا عم اكشف اخطائنا عشان نعرف نوصل لحلول. صح، يا اما ما نشتغلهاش. احنا لما بنيجي في انديه او في منتخبات او اوقات انت بتبقى شغال صح فبتوصل للنتيجه. نعم. وفي اوقات ممكن توصل للنتيجه بتبقى ممكن اقول عن طريق الصدفه بتوصل. او الانجاز، وده بيحصل في الكوره. نعم. وده موجود. طيب ازاي التخطيط مهم؟ تعالى اتفرج كابتن على البروجكت اللي اتعمل للمشروع لاسبانيا ديلافوينتي. الراجل ده مسك اسبانيا سنه 2015 تحت 19 سنه، كسب معاهم اليورو. راح طلع عمل ابجريد، يعني طلع للليفل اللي بعد كده اللي هي سن تحت 21 سنه. 2019 كسب معاهم اليورو، راحوا مطلعينه اولمبياد،
طوكيو خد برونزية. نعم. مسكوه بعد كاس العالم لويس انريكي والاخفاق الكبير. المفروض كانت الناس كلها مستنيه اسم كبير بعد لويس انريكي مع المنتخب الاسباني. لا، راح هو الراجل رايح درب المنتخب الاسباني، خد معاهم دوري الامم الاوروبيه اللي هو اللي بيتعمل ده. النهارده الراجل واصل لاسبانيا. تقنعنيش يا كابتن شوبير ان كل ده ولادة الصدفه؟ لا، الناس دي بتشتغل، الناس دي بتخطط. ليه هم مسكوه الكلام ده؟ لان الناس دي بتبص يا كابتن على الاعمار. انا دلوقتي لما هاجي اعمل عمليه الاحلال والتجديد، انا عايز ارشح لك ثلاثه في مصر واعمارهم صغيره جدا لا يتجاوز 28 سنه. طول ان شاء الله يكونوا ده 28 سنه، ده ناشئ 28 سنه وذو مستقبل باهر يعني. فعايز انت بتضحك ليه؟ ولسه بيدرس يعني 28 سنه. وان شاء الله 26 سنه وهيبقى ناشئ واعد صاعد يعني. أكيد. على فكرة القصة دي من زمان. زمان كان في لعيب هايل في الزمالك اسمه محمد سعيد، ده أبو جمال حمزة. طبعا كان لعيب هايل وكانوا مسمينه الثعلب الصغير خليفة كابتن حمادة إمام. فضلوا يقولوا الصاعد الواعد الصاعد الواعد لحد ما اكتشفنا إنه بقى 30 سنة أو 31 سنة، والزمالك كمل 30 سنة ده كان يبقى هايل. واعتزل وهو ما زال الصاعد الواعد. الصاعد الواعد مهرجان اعتزال الصاعد الواعد. أيوه ما زال ده إرث عندنا، خلي بالك متمسكين بيه. حتى مدربين الشباب بنقول كده برضو يعني، بنتكلم على المدربين الشباب تلاقي المدرب مقرب من 60 سنة ويقول لك مدرب شاب. يقول لك ده ما شاء الله، بيقول لك مش هقول اسمه يعني. ما هو كابتن الفكره في الثقافه اللي في العالم كله، ان العالم حوالينا كله بيتغير، انت مش قادر تواكب التغيير، مش قادر تقبل فكره ان ينفع تعتمد على لاعب صغير عنده 16 سنه و17 سنه. مش عايز مثلا اتكلم علشان احنا هنا في الحلقه مصطفى شوبير لما في وقت من الاوقات تم الزج باسم مصطفى شوبير، قال لك لا ده لاعب لسه صغير، على الرغم ان مصطفى شوبير مثلا 23 سنه واحنا بنشوف حراس مرمى 16 و18 و20 سنه بتلعب زي لونين مثلا مع ريال مدريد. قدر يشيل ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا، وحراس اخرين صغار في السن، حارس مرمى منتخب هولندا النهارده عامل بطوله كبيره جدا وهو سنه صغير. لما تيجي تضرب امثله حتى ونيجي نتكلم عن الظاهره الابرز في بطوله اليورو، طبعا لامين يامال لاعب منتخب اسبانيا ولاعب برشلونه. بالظبط يعني 16 سنه لسه ما تمش 17 سنه، وعامل كنت هتجنن يا بلال ويجيب جون قبل ما يتم ال 17 سنه. لازم. عارف انه كانت في مشكله، طبعا انتوا اكتر مني درايه، انه قانون العمل يا جماعه اسمعوا القصه، احكي لي قصه يعني قانون العمل في المانيا بيقول ان اللاعبين الصغار تحت تقريبا 18 سنه ما يقدروش يعني يستمروا في العمل لحد الساعه 10، وكانت توقيتات مباريات اسبانيا تقريبا في وقت من الاوقات بتتجاوز او بتعدي الساعه 10. فكان بيضطر المدير الفني في وقت من الاوقات ان هو هيسحبه لانه مش عايز يصطدم بالقانون، وان كان بعد كده اتقال ان حتى لو هو تجاوز هيدفعوا غرامه. ديليفوينتي عمل كده تقريبا في مباراه او مباراتين وندم يعني. خلينا نقول ان المباراه الاشهر اللي كانت هتودع فيها اسبانيا البطوله وقت ما سحب لامين يامال وسحب نيكو ويليامز الاثنين بعد خروجهم طبعا المنتخب تاثر بشكل كبير جدا. وده اللي تداركه ديليفوينتي في مباراه الامس وابقى على الثنائي ده تحديدا في لحد الدقائق الاخيره تقريبا، عمل تغيير في اخر 3 او 4 دقائق الاثنين. يعني الاثنين قوه كبيره جدا. 16 سنه و 21 سنه قادرين يعملوا الحاجه. بص ابو لامين يامال لسه تحت 30 سنه، ده رب منه يعني. ده هو حتى كابتن كان في احصائيه كان في احصائيه طريفه جايبين اكبر اللاعبين عمرا في البطوله، بيبي لاعب منتخب البرتغال اكبر من والد لامين يامال بسبع سنين يعني. لا والله يعني انا كان اكبر منه فعلا. ايوه بالظبط. وهو طبعا بالمناسبه هو من اصول مغربيه وهاجر لاسبانيا ولعب للمنتخب الاسباني. هو مغربي مخلط. يعني هو في غينيا يعني في تقريبا غينيا الموضوع داخل بين غينيا وبين المغرب. فهو اللاعب الابرز في البطوله. امبارح شفنا ازاي قادر عنده شخصيه بعد حتى تقدم منتخب فرنسا في النتيجه. وده هنتكلم عنه في شرح الحالات الفنيه كابتن. ان تعالى لي كده انت، تعالى انت كده وجاري نبص كده على الاعمار. يعني اصغر اللاعبين عمرا لامين يامال ملوش مثال. صديقك كابتن حفيظ امبارح تفاعل مع جميل. الهدف في مباراه ما بين المعلقين تحفه بالظبط، ما بين حفيظ وعلي محمد علي وعصام سعيد الكعبي وبلوشي وعلي سعيد الكعبي والعيدروس وانا اسف ان انا بنسى الاسماء وبركات كلهم عاملين يعني حلقه جميله. وهو كمان سعيد اللي لنا كمان علي محمد علي حاجه جميله مصري طبعا. قول لي يعني كده الاسماء، قول لي
لا يعني عندنا اللاعب اللي بياتي على راس القائمه لامين يامال عنده 16 سنه و11 شهر لسه ما تمش 17 سنه. بعد كده في النهايه هيبقى 17 سنه. يعني بعد كده في ليو ساوير لاعب سلوفاكيا عنده 18 سنه و6 شهور. بعد كده عندنا كيلوشي لاعب تركيا عنده 18 سنه و 18 سنه و10 شهور. عندنا كمان يلزر لاعب تركيا. تركيا كابتن فيها ثلاث لاعبين من اصغر اللاعبين في البطوله عنده 19 سنه وشهر. وبعد كده كمان عندنا كلود او كوبي ماينو لاعب انجلترا ولاعب مانشستر يونايتد احد اهم اكتشافات مانشستر يونايتد في ختام الموسم الماضي عنده 19 سنه وشهر. بعد كده بيجي اردا جولر اللي حضرتك كنت لسه بتتكلم في الفصل قلت انا كان يعني كان نفسك يكمل في البطوله لاعب هايل طبعا. والجوهري كان حتى بيتكلم معايا في الكواليس بيقول لي مش عارفين هنعمل ايه في المشكله دي في ريال مدريد السنه الجايه. يعني اللاعب توهج بشكل كبير جدا اكيد هيبحث عن الدقائق مشاركه اكتر من الموسم الماضي. وطبعا جواو نيفيز من البرتغال عنده 19 سنه و8 شهور. حاجه تفرح يعني بطريقه كابتن شوبير حاجه تفرح. حاجه تفرح والله بالظبط. ارجع للتجربه الاسبانيه يعني عايز بس يعني اشغلها عندنا هنا شويه نعملها ازاي. هي اوريدي مره اشتغلت وحققت نتيجه اللي هي امتى كابتن حسن شحاته. وعارف مين كلكم ظالمينه؟ كابتن ربيع ياسين. كابتن ربيع ياسين وكابتن شوقي ياسين كابتن ضياء السيد. ضياء طبعا عبقري. ما هو ده اللي بنقوله يا كابتن. انت يعني ليه عندك ثلاثه متخصصين في القصه دي؟ شوقي غريب، ربيع ياسين، ربيع ياسين، ضياء السيد. بس قبل ما جوهري يكمل يا كابتن هو هسيبه يعني بالعكس عايزكم تتخانقوا. هي بس الفكره ان عشان حضرتك بتقول الثلاثه ما كملوش لان ولا واحد من الثلاثه توفرت ليه الحمايه اللي توفرت ليه. الله يعني الله الله على كلمه يعني بالظبط. لا ولا واحد من الثلاثه توفرت ليه الحمايه. خليك تيجي كتير كابتن ده شرف ليا. الله والله على كلمه الحمايه. يعني ما توفرتش الحمايه للمدرب بالظبط. يعني احنا لما بنتكلم على ديلافوينتي الراجل قاد منتخب الناشئين ثم منتخب الشباب ثم اعطوا له الثقه والتجربه. ولا حد متوقع. انت دايما بتجري ورا النجوم بقى لويس انريكي. انا كنت عايز كمان اخد من كلام جوهري في ايطاليا كابتن على النقيض. ايطاليا راحت لاسم كبير زي سباليتي. خدت راجل على الجاهز، واحد توج بالدوري مع نابولي عامل تجربه عظيمه في الدوري الايطالي. وهم اختاروا الحل الاسهل ان هم يجيبوا اسم كبير يعتمد عليه المنتخب في الفتره الجايه. وخرج من الدور الاول على الرغم انه كان حامل اللقب على عكس ديلافوينتي اللي اعتمد على الشباب يا كابتن. في ثلاث لاعبين اساسيين في تشكيله منتخب اسبانيا من ريال سوسيداد النادي اللي هو مش نادي كبير في الدوري الاسباني. وده يقول لك ما هو ليه اختار سوسيداد بقى. ما هي دي الفكره انا كنت دي اللي عايز اكملها في ديلافوينتي. بص يا كابتن، الراجل ده في 2015 في اليورو اللي تحت 19 سنه كان بيدرب مين؟ اوناي سايمون، مارينو، ورودري. طيب راح مدرب لافونتي كان بيدربهم الثلاثه موجودين معاه سواء بيبقوا ينزلوا تغييرات او بيلعبوا اساسي. رودري حارس حارس ورودري. طيب بعد كده بقى فابيان رويز زاد عليهم مارينو، اولمو، اويرازابال اللي هو بتاع رويال سوسيداد اللي بنتكلم عليه. طيب دي شبيهه لمين يا كابتن؟ انا عايز اربطها بمين؟ كابتن حسن شحاته. ايوه ما هو كان بيدرب مين؟ احمد متعب، فتحي، عمرو زكي، احمد فتحي، حسن عبد ربه، شريف اكرامي. كل ده امير عزمي مجاهد. كل ده كان القوام اللي قام عليه المنتخب. وفي لعيبه كانت موجوده وبعد كده بطلت، اسلام شكري وغيره وغيره. يعني الجيل ده كان احمد وحيد الله يرحمه نواه. احنا بنتكلم اللي نوره بالظبط كده يا كابتن. عندك حسني واحمد فتحي، احمد سمير فرج، كل ده اللي لعبه في الامارات. عماد متعب، يعني اكرامي، عبد الوهاب الله يرحمه، محمد عبد الوهاب. بقوا خمسه اساسيين في منتخب مصر. احمد سمير فرج كل ده كان. لا انا بتكلم على بقوا اساسيين في المنتخب الاول. ما هي دي بقى الفكره يا كابتن. اول لما كابتن حسن مسك اللعيبه دي اوتوماتيك راح تعمل ايه؟ لا تعالى بقى، ما دي رجالتي، انا هدخلكم مع اللي هم اوريدي. نعم. الهيكل بتاع المنتخب او الاستراكشر بتاع المنتخب. انت دلوقتي المنتخب الاولمبي يا كابتن كم واحد فيه يلعب اساسي؟ مش هقول اساسي، طب بلاش اساسي، يبقى موجود في منتخب مصر. هو ابراهيم عادل. انا مش بقلل من اللعيبه احيانا بس كابتن انا بتكلم على، انا قصدي لا استيبل بس كده. نعم. ده مش موجود. الجيل بتاع صلاح، يعني بص بقى كابتن ضياء السيد، جيل صلاح، عمر جابر، حجازي، مروان محسن، اللعيبه دي كلها كان شناوي. احمد رفعت الله يرحمه. شناوي، لا احمد شناوي، الشناوي، الشناوي، احمد شناوي، مظبوط، احمد رفعت الله يرحمه. كل اللعيبه دي يا كابتن بعد كده طلعت مع كابتن ضياء ودنني. كل اللعيبه دي لما كابتن ضياء السيد بقى موجود، بس كابتن ضياء السيد كان رجل تاني، فلما برضو اقنع الراجل وكان اوريدي اللعيبه دي
خدت شوط في مسيرها. لا سيد كان هو المدرب معاهم في الاجواء. قصدي مع كيروش. كان رجل الاول في الناشئين بعد كده مع كيروش ما مسكش هو مدير فني. يعني الحاله مختلفه شويه مع كابتن حسن بس ستيل. لا كابتن حسن كمان كان في ربط ارتباط شديد بينه وبين اللعيبه. طبعا طبعا. في علاقه محبه كمان وثقه. احنا زي ما بيقولوا ايه احنا كمنتخب مصر انا بشوف ان المدرب الوطني اوقات كتير قوي بينجح معاك بس انت لازم غير الحمايه انت تبقى المشروع بتاعك واضح. انا قلت لحضرتك انا فاكر الجمله دي كنت مع حضرتك من 4-5 سنين وحضرتك سالتني قبل قبل كاس العالم. انا فاكر انا كنت قبل لسه كنا بنتكلم في نص ساعه بس انا فاكر الجمله انا قلتها لحضرتك. قلت لي لما كنا بنتكلم على فكره اصلاح للكوره احنا عمالين نتكلم على القصص دي من زمان. قلت لحضرتك لازم تبتدي يا كابتن من تحت. لازم قاعده الناشئين لازم تبتدي. احنا الموضوع يا كابتن بيسوء انا ده في رايي. انت الناشئين دلوقتي او كل الانديه هو دلوقتي بيدور على اللعيب الجاهز. بص انا متفائل جدا بعلاء نبيل لانه بصراحه بلال علاء عامل شغل كويس جدا. لا في الاتحاد بعد ما بقى في الاتحاد كمان عامل شغل وفرض شخصيته. وانا كنت بكلمه كده من كام يوم من 5-6 ايام كده ونبهته كده كانت في لعبه داخله عليه في الكره النسائيه وهو بتاع فنبهته يعني بحكم العشره يعني بس بشكل الحقيقه بروفيشنال جدا وعامل شغل اكتر من بس هي محتاجه كابتن وقت يعني لازم الناس تبقى صابره على على الناس على عايزه علاء نبيل يمسك النهارده النتيجه ينجح بكره عايزه مدرب الاهلي يمسك النهارده ينجح بكره. هو كابتن شوف احنا عندنا مشكله ثانيه كمان يا بلال الناس ما بتتكلمش فيها. احنا كاس عالم 2026 العمارة عندك علي حد بيتكلم في النقطه دي للاسف محدش بيتكلم في النقطه دي كمل العمارة عندك علي. هو كابتن الفكره عشان فكره جوهري تنجح ان انت تبدا من تحت في قاعده الناشئين او قطاعات الناشئين لازم تلغي فكره ان الناشئ الصغير مطلوب منه تحقيق بطوله الدوري في نهايه الموسم. الله يفتح عليك يا اخي. يعني انت لو عرفت تشيل قسما بالله قلت هذا الكلام بدل مره 1000 مرة يا بتوع الاهلي والزمالك واللي مش مهم ان ياخد يا كابتن. حضرتك شفت مشهد لعيبه الاهلي ولعيبه انبي هم بيتخانقوا على مين بطل الدوري في ده يقول حضرتك ان مشهد متكرر ان الهم الاول والاخير بالنسبه للناشئ ان هو يتوج بلقب دوري 2002 او 2003 او بيساعد اللي بيزور واللي بيسلم واللي بيشغل انا سودا بعيد عنه فلازم لازم لازم فكره او ثقافه الفوز بالبطوله واللعب على البطوله في قطاعات الناشئين تنتهي لان انت المدرب ممكن يلعب على البطوله بس خلي التارجت او الهدف الاساسي بتاعك انك تطلع لي لعيب فريق. بالظبط. طب انت عارف يا كابتن مين اللي نجح في الموديل ده؟ امبي انبي مقاولين زمان وادي دجله. وادي دجله مع ليه بقى كابتن؟ ما كانش عنده التارجت ده وكان انا الهدف بتاعي ان انا اخدم عبقري اللي عمل مشروع العمالقه ده كان ما حصلش يعني جين جين والمقاولين يا كابتن المقاولين على ايام انا وانا بلعب يعني المقاولين ده كان بالنسبه لنا عظمه. طبعا عظمه مقاولين وانبي فالفكره يا كابتن ان انت لازم الموضوع يبقى فيه توجه عام اجتماع بين الانديه في بدايه السيزون ان ازاي كل مدربين قطاعات الناشئين تقعد مع المدير الفني اللي ماسك الفريق الاول يبقى طرق اللعب حتى متشابهه ازاي يبقى عندي فرصه طرق اللعب ايه متشابهه. صدق انا سمعت الكلام ده من 30 سنه والله ما بهزر. أيوة لا انا بس هو ده بره بيحصل يا كابتن. لازم حضرتك بيحصل لازم انا سمعت الكلام ده في مصر من 30 سنه ونلعب طريقه اللعب الفريق الاول زي فريق ما فيش حاجه بتاعت. وبعدين يعني ينزل يعني اللعيب للمدرب بتاع المدير الفني بتاع الدرجه كل حاجه المدير الفني بتاع الدرجه الاولى بيقعد مع الفرقه اللي بعد كده والفرقه اللي بعد كده عشان لو انا استعنت بحد ما يبقاش الدنيا غريبه. يعني ما ينفعش انا كناشئين بلعب بثلاثه وتحت بيلعب مدير الفني فوق بيلعب باربعه. بالظبط يا كابتن. انت لو حضرتك اكيد كنت بتحضر مباريات ناشئين كتير انت لما توقف على الخط يا كابتن تسمع كلمه واحده وشيل والزعيق والصريخ اللي والانفعال اللي على الناشئ الصغير بيفقد الناشئ ثقته في نفسه. انت لما يبقى عندك مدرب واقف بيصرخ لي على الخط بيقول لي شيل ضرب لعيب بالقلم بيحصل احنا بنتكلم في الناشئين يا كابتن لغايه دلوقتي في مدربين في الدرجه في المدرب الاولى مش مؤهل يا كابتن تعمل تراي ماتش يا كابتن والتقسيم على بسبوسه المدرب نفسه يا كابتن مش مؤهل ان هو يعد ناشئ او يعد لاعب يصلح ان هو ولما تيجي نبص يا كابتن في مين نجح في نماذج الاحتراف مثلا هنضرب مثال باخر سيزون عمر مرموش لان عمر مرموش اتاسس صح يعني عمر دخل الاكاديميه بتاعه وادي دجله بالظبط لعب فريق اول وهو في عمر صغير جدا يمكن اخذ الفرصه بدري وعمل او قدم مستوى كبير جدا وبعد ذلك انطلق حتى في الدوري الالماني وشفنا المردود الكبير. فالتاسيس من الصغر يا كابتن الثقافه وانت بتاسس ناشئ انت بتاسسه على ايه بتدي له ايه المينتاليتي ولما صلاح قال المينتاليتي الناس زعلت لا المينتاليتي ده هو اهم كلمه قالها صلاح ده بيفرق لعيب عن لعيب ومسيره لعيب عن مسيره لعيب اخر يعني. فاصل ساوث جيت ولا لافنتي النهائي ما بين المنتخب الانجليزي والمنتخب الاسباني ابعتوا لنا بقى هنعمل لكم كده ايه نسب مئويه
استفتاء بسرعه، من يفوز ببطوله اليورو، الانجليز ولا الاسبان؟ وقولوا لي انتوا بتشجعوا مين، يعني ممكن يكون توقعك لاسبانيا بس بتحب انجلترا، ممكن تكون بتحب انجلترا بس بتشجع اسبانيا، ابعتوا لنا وقولوا لنا وهنعرض كل ارائكم. فاصل ونرجع. بص يا عم بلال، انا ما شفتش مدرب بتهاجم قد ساوث جيت، والكرة الانجليزية ما حققتش نتائج معقولة ومقبولة اكتر من اللي حققته مع ساوث جيت، لانه ساوث جيت انجلترا كده على مر عصرها كاس عالم بالضلال سنة 66 وغير كده الجون اللي شافه بس الوحيد الحكم والمساعد، فالراجل بدأ يعمل نتائج طيبة، بس الناس هجوم عنيف جدا. وصل نهائي اوروبا اللي فات، خسر ضربات ترجيح، بيوصل النهارده هاري كين حط البنالتي في الشارع في كاس العالم اللي فات، حرم انه يوصل للنهائي والدنيا كويسه. النهارده في النهائي هو الراجل صرح تصريح غريب جدا، قال لك الجمهور لا يحبنيش. احكي لي شو دي حقيقه. بص يا كابتن ساوث جيت، خلينا نبدا من الارقام الايجابيه بالنسبه له. هو المدرب الوحيد اللي قاد انجلترا يعني 2 فاينال يورو في التاريخ. اي مدرب مسك منتخب انجلترا قبل كده وصل مع المنتخب للفاينال، لكن ساوث جيت بيصل للفاينال الثاني تواليا مع المنتخب الانجليزي. ممكن صادفوا سوء توفيق سواء في المونديال بركله جزاء كين او حتى في فاينال اليورو بالتغييرين الشهرين، اكيد حضرتك فاكرهم. وجوهري ساكا طبعا وراشفورد واهدروا ركلتين الترجيح، على الرغم ان هو كان بيدفع بيهم على اساس ان هم لسه فريش وممكن ينزلوا يبقى عندهم تركيز اكتر في عمليه بيلعبوا ضربات جزاء مع فرق. بالظبط. فهو ممكن واجهه سوء حظ شويه في موضوع النتائج، وان هي القفله يا كابتن، يعني زي ما احنا بنقول كده القفله الاخيره مش عايزه تخدمه شويه، يعني ممكن يكون هو ماشي كويس في الادوار النوك اوت وادوار المجموعات زي كوبا كده الفاينالات معاه كلها من ناحيه يعني احنا وبعد كده يعني ما بتخدموش شويه. لكن لما تيجي تشوف مسيره ساوث جيت في التدريب، هو بدا هو ما تولاش اي نادي غير ميدلسبرا فقط. وبالمناسبه عنده رقم ايجابي كبير جدا، هو قدر يقود ميدلسبرا للفوز على مان سيتي في الدوري يا كابتن بنتيجه 8-1. ودي اكبر ودي اكبر نتيجه حققها ساوث جيت كمدرب. تولى بعدها تدريب منتخب انجلترا، وده بقى عطفا على اللي احنا كنا بنتكلم عليه في ديلافوينتي. ساوث جيت ايضا تولى تدريب منتخب انجلترا للشباب تحت 21 سنه لمده 3 سنوات، من 2013 ل 2016. ممكن في سنه من السنين ودع البطوله من الدور الاول، ولكن بعدها تولى التدريب المنتخب الاول وقدر يحقق نتائج. ممكن يكون البعض بيصفه ان ساوث جيت بيقدم مع منتخب انجلترا كره بيتقال عليها كابتن كره مؤذيه للعين، يعني انت وانت قاعد بتتفرج على انجلترا النهارده كانوا حلوين، افضل مباراه ليهم في البطوله النهارده، يعني النهارده افضل مباراه كره فودن في العارضه، كره فودن اللي شالها بالظبط دامفرايز من على خط المرمى، كان عندهم جول ملغي لساكا. النهارده كان المنتخب متوهج هجوميا بشكل كبير، حتى في يعني ما سبقش ليهم ان هم قدموا المستوى ده خلال مشوارهم في البطوله، على الرغم يا كابتن من امتلاكهم لافضل لاعب في البريمير ليج فودن، افضل لاعب في الليجا بيلينجهام، هداف البوندسليجا هاري كين. انت بص لما تيجي تتكلم على الدوريات الكبيره هم عندهم احسن حاجه في كل مركز، يعني بيلينجهام هو الافضل في الليجا، فودن يعني كمان بنتكلم على هم اللي حاميهم شويه كابتن، ان الدنيا دفاعيا عندهم كويسه شويه فما بيخسروش، لكن هجوميا مش قادرين يستغلوا الاسلحه الكبيره. ساكا احد نجوم البريمير ليج ونادي ارسنال، فودن كين عندك كمان رايز ديكلان رايز في وسط الملعب، ويمكن كان عنده خطأ كبير جدا يا كابتن تداركه وجوهري يتفق معايا، ان هو كان بيصر في بداية البطولة على انه يلاعب ارنولد في وسط الملعب، حاول ان هو يوجد له مركز كده في وسط الملعب، وما تطورش وما تحسنش اداء المنتخب غير لما استبعد ارنولد من التشكيل واعتمد على الصاعد الواعد بقى، وده هنا نقدر نقول الصاعد الواعد بقلب جامد، مش الصاعد الواعد بتاعنا، الصاعد الواعد كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد لما دخل على التشكيل بدا يفكر شويه ساوث جيت في استغلال الاسلحه اللي معاه على الدكه، معاه لاعب زي بالمر كان على سبيل استخدام احسن استخدام، يعني النهارده واتكنز بينزل اخر 10 دقايق بيسجل هدف توني يا كابتن توني بيطلع فيل فودن وبيطلع
هاري كين بالظبط، بينزل واتكنز بيحسن. هو ما كانش عنده التصرفات دي في بدايه البطوله. مزبوط. يعني هو في البدايه كان كان بيحب ان هو يفضل يحتفظ بالاسلحه بتاعته للنهايه. ممكن كانت بتكافئه شويه، يعني بيلينجهام في وقت من الاوقات ما كانش بيبقى على ارض الملعب افضل حال، ولكن كان بيقدر يكون ليه تدخل. مدريدي تابعي ولا انا مدريدي يا كابتن؟ احنا اتفقنا قبل كده ثلاثه مدريديين. فساوس جيت تدارك الكلام دوت، قدر يتعامل مع البطوله بشكل مغاير، حتى استخدامه لدكه البدلاء. احنا قلنا على كان على سبيل السخريه كانت عملت الخريطه الحراريه لتحركات بالمر في اول مباراتين يا كابتن. وجدوا ان هو اتنقل من المقعد ده للمقعد ده، كل تحركاته كانت على دكه البدلاء، وكانوا عليه هجوم كبير جدا ان انت ازاي ما تشركش لاعب زي بالمر او ما تستخدمهوش. النهارده هو بيعتمد على بالمر، بيعتمد على واتكنز، اعتمد على توني، اعتمد على ايزي. بدات تشوف اسلحه كتير جدا. كوبي ماينو تطور مع البطوله. انا عايز بس كابتن اخد زاويه ثانيه، يعني عشان نقول الزاويه اللي هي بتاعت الجمهور. ليه الجمهور مش بيحبه او يعني خلينا نقول ليه الناس عليها علامات استفهام على انجلترا؟ اول الحلقه وانا بكلم حضرتك من المرشحين انجلترا، حضرتك قلت هو حضرتك بتتكلم شايف حضرتك كم اسم حتى لو هجيب لك دلوقتي هجيب لك التوقعات شكلها عامل طبعا ازاي. انجلترا يا كابتن ان هي توصل النهائي انا مش شايف ان هو مفاجاه، بالعكس تمام. الناس كلها كانت مرشحاها من ضمن الفرق ان هي تبقى موجوده الفاينل. انا بالنسبه لي النقطه، انا بحب دايما في التفاصيل، يعني ادخل في التفاصيل وخصوصا التفاصيل الفنيه. انجلترا يا كابتن تعالى اتفرج كده على المباريات اللي هي فازت فيها او المباريات اللي خلصتها. ساوث جيت اولا عنده مشكله هي شبيهه شويه بديدي ديشام. ديدي ديشام كان عنده نفس المشكله ان هو مش عارف يلاقي التوليفه. اولا انا عايز العب بتريبييه وارنولد ووكر في الملعب، لان الثلاثه هم من افضل، يعني لو هتيجي تختار خمسه باكات رايت موجودين في العالم يا كابتن هتختار الثلاثه يبقوا موجودين في التوب 5 في المركز ده. فانا عايز العب بالثلاثه ان هم يبقوا موجودين. طبعا تركيبه صعبه، وديت تريبييه ناحيه الشمال، فانت كده بتخسر طبعا مركز ان تريبييه، وبتضطر تعدل الشوط الثاني بتنزل لوك شو. ادي اول نقطه. النقطه الثانيه ارنولد في نص الملعب، بانت جدا ان ارنولد، لان لما لعبها مع ليفربول شكل مختلف خالص، وانت بتعمل عمليه البيلد اب البنا من تحت هو مختلف تماما يا كابتن. ارنولد هو بيلعب انفرتد رايت بقى، اللي هو الظهير اللي بيدخل لجوه والكره العكسيه اللي هي اول واحد عملها بيب جوارديولا. طيب ليه انا بتكلم الناس بقى بتهاجمه في التفاصيل او التفصيله اللي اقول حضرتك عليها؟ اغلبيه الانجازات اللي بتتحقق مع منتخب انجلترا هي مجهودات فرديه من بعض اللعيبه. اعترض. اتفضل. اعترض اعترض اعترض. اوعى ليه انا طبعا. مش للناس يعني. انا ما بحبش ان المدرب يخسر ده مدرب فاشل. المدرب ينجح ينسب للعيب. لا ما انا هقول لحضرتك على حاجه، ما هو وهو بيكسب بالراحه بس يا عم. لو هو بيكسب احنا من الناس بتنتقد. صلى على النبي. لا اهدى بس، صلى على النبي. هو لما بيخسر بنقول ايه؟ هو ما خسرش. لا بيعمل عرض بيخرج من البطوله مثلا، او بيخرج من البطوله. مدرب ما عندوش فكره ولازم يمشي. ده في العموم مش على ساوث جيت. اللعيبه دول يا عم الحاج احنا بنتكلم عموم ولا ساوث جيت؟ هو منهم ساوث جيت اي حد. هي الفكره يا كابتن، الفكره كلها في ايه؟ ان الناس مستنيه من انجلترا، لان خصوصا اللعيبه اللي موجوده عامله عطاءات كبيره قوي. النهارده ليه اول جمله انا وبلال قلناها في نفس واحد الا مباراه النهارده؟ ليه بقى؟ عالج كل المشاكل. ما انا بكلم حضرتك ليه الناس كانت بتنتقد عكس النهارده؟ عالج كل المشاكل اللي كانت موجوده عنده. يعني هدي لحضرتك مثال، لو انا جايب حاله كده، يلا مباراه سلوفاكيا، صوره كده صوره صغيره جدا، مباراه انجلترا وهي بتبني وانت خسران 1-0. هو كان عنده مشكله كابتن كبيره جدا ان هو الخطوط كلها متباعده وانت عمليه البناء. يعني الطبيعي انا ببني وعندي لعيبه هم كلهم كويره يا كابتن شوبير، نعم، مفيش حد قريب من التاني. يا جماعه اعرضوا الصوره اللي جابها احمد الجواري اللي هي بتاعت مباراه انجلترا، بس قولوا انجلترا اللي هي اللي كانت خسرانين فيها 1-0. فرقه انجلترا وهي بتبني ده بص يا كابتن، ده في الدقيقه كام؟ في الدقيقه تقريبا حاجه و60. بص المنظر يا كابتن، انت بتلعب 5-2-3 مرجع. ده المنظر ده خد بالك انا واخده يا كابتن سكرين شوت، اتكرر كتير جدا جوه الجيم لغايه لما ابتدى هو يعمل تغييرات. انا بتكلم بقى هنا ايه، هو بيعمل تغييرات. ده كان خسران ساعتها، خسران 1-0. ايوه انا بكلم حضرتك بقى كابتن شوبير. انا بكلم حد راجل بتاع كور. المنظر ده اللي حضرتك شايفه ده منظر فرقه، لان انا كده هحضر الفرقه دي لو فرقه اللي بتلاعبني وانت قاعد بالمنظر ده، اقعد من هنا لبكره اقعد اللي انا ما عنديش مشكله خالص. هي دي مشكله ساوث جيت مع الفرقه، مع فرقه انجلترا، ان هو عنده غلطات. هو الفرق بس اللي ما بينه وما بين ديدي شامب ان هو عالجها.
ايوه عالجها جوه البطوله عشان كده الناس كانت بتهاجم. لكن النهارده اتفرج على بكره كابتن الجرايد في انجلترا، عشان كده حضرتك لما كنت بقول الزاويه بتاعت الناس ليه كانت بتهاجم هتبقى عكس النهارده. النهارده اتفرج على الصحف في انجلترا هتطلع تتكلم على الراجل ازاي. اولا التغيير بتاع بالمر بقى تقليدي وبقى هو بالنسبه له هو بيستخدمه صحيح. على فكره كول بارم فودن في البطوله مش افضل حاجه، مش أفضل النهارده حاجة. افضل لكن حاجة. لكن لكن النهارده مميز جدا بس انا برضو اصريت ان بالمر يبقى ليه دور. النهارده هو مختارش توني ليه؟ لان هو دايما دفاع المنتخب الهولندي بيحصل له دروب شويه اخر الشوط الثاني، فانا عايز حد سريع. مين اسرع واحد عندي من الثلاث فراوده؟ توني سريع، بس انا عندي واتكنز اوريدي هو مكسر الدنيا في الدوري الانجليزي، فانا عايز يروح يهاجم المساحه. اتعملت فهو الراجل بيشتغل على نفسه. يعني النهارده حدثت عمليه صلح ما بين ساوث جيت. لا وهتفرج عارف حضرتك طبعا الصحافه في انجلترا عامله ازاي. انا اعتقد ان طبعا هتشيد بيه. لا يعني هو استكمالا في تصريح كمان انا اسف يا كابتن في نقطه اتقالت خلت الدنيا تسخن عليه اكتر لما قال احنا بنفتقد لكالفين فيليبس. كالفين فيليبس اصلا بعيد جدا عن المنتخب الانجليزي، فالناس حست انت مش معانا. هو يعني انت مش معانا، انت مش عايش معانا بالظبط كده. يعني يمكن استكمالا لكلام جوهر كابتن في اختياره لواتكنز النهارده مش توني. احنا شفنا تعامل واتكنز مع كره الهدف وازاي ان هو وهو بيستلم هو مش شايف المرمى، هو بس هو مقرر هو يعمل ايه. يعني هو استلم وحط رجله كانه حافظ ابعاد المرمى. واتكنز عامل موسم رهيب مع استون فيلا في البريمير ليج السيزون الماضي. وصلوا فنش رابع او وصلوا وهيلعبوا كمان دوري ابطال اوروبا وعندهم يعني مش كبير محترم وامري اشتغل كويس معاهم بالظبط. امري كمان عامل شغل محترم. فساوث جيت زي ما قال جوهري وزي ما حضرتك ذكرت ان هو تدارك اخطائه في البطوله. لو قبل المباراه يعني قبل ما تلعب المباراه كان الكل بيقول اسبانيا حتى الصاعد من هولندا وانجلترا اسبانيا يعني ايه هتتعامل معاه بسهوله على ارض الملعب. لكن بعد مباراه النهارده انا اعتقد انا واحد من الناس بقول لك 50-50 المباراه. حضرتك بتقول كام؟ شكلك اسبانيولي. لا لا انا الاثنين انا فرنسا انا بشجع فرنسا. انا اروحوا فرنسا اجيب لك فرنسا حضرتك. انا اصلا يعني خلاص انا بنتكلم مين اللي هيكمل النهائي. لا اعتقد اسبانيا. الستوري تكمل لاسبانيا. النسبه كام؟ 60-40 60-40 50-50 بعد حضرتك طيب شايف ايه؟ انجلترا. انا كنت زمان مشجع انجليزي متعصب. اوكي. دلوقتي ما بشجعش اي منتخب، بشجع مدربين. اوكي. متعاطف مع لافوينتي. لافوينتي طبعا. بصراحه كابتن انا بص انا لسه اتكلم لا ده انا اتكلم بقى فني بقى مع اللينك اللي جاي كله ان شاء الله الجانب الفني والتكتيكي لانه محضر لنا حاجات كتير جدا احمد الجهري وبلال محسن. لكن بعد الفاصل بص بقى عم انت هو جالنا 400 تعليق حللناهم كده الاسبان 58 والانجليز 42 دي طبعا النتيجة او نسبة ترضي بلال جوهري انا 60-40 ترضي جوهري ومش زعل بلال يعني هي قريبة. ايه مقومات فوز اسبانيا من وجهه نظرك؟ اتكلم بقى في الجانب التكتيكي شويه بقى، سيبكم بقى تحكوا شويه. بص يا كابتن انا هسال حضرتك سؤال. اسال. دلوقتي لما يبقى في مدرب او فرقه بتعمل شغل جوه الملعب، الشغل ده بيتكرر وبينجح، ده بيبقى شغل مين؟ مدرب. وانا طبعًا. مغمض مدرب. طبعا. طيب. ليه احنا هنهايلايت على الحاجات دي؟ الحاجات دي يا كابتن اتكررت سواء في البطوله او بره البطوله. انا عاجبني الراجل في حاجه يا كابتن، ان هو اتعرض لبعض المواقف وخصوصا في الاخر مع لعيبه ما عندهاش خبرات وكان ثابت. بمعنى الناس كلها مثلا كانت بتتكلم على اصابه بيدري. انا بالنسبه لي اللي كان موقف صعب جدا 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 غياب كارفخال. طبعا ده لا يعوض. ناتشو ادى كويس. ناتشو ادى كويس بس المفاجاه بقى نفاس اللي اشتغل كويس جدا. المفاجاه خيسوس اختياره لخيسوس نفاس في مركز الظهير الايمن. خيسوس لاعب كبير وما بيلعبش ظهير ايمن يعني. هو خيسوس اصلا بيلعب جناح، فانت بتدور على مين اقرب واحد. وده بقى الشغل اللي الجوهري بيتكلم عليه، اللي هو انت زي ما تشال بدري حطيت اولمو. اللي هو انت عارف ان المركز دوت مجهز فيه واحد واثنين. لا بس هو اولمو بقى ما هو دي بقى الفكره ان الراجل بيدري يا كابتن بيلعب ايه؟ راجل بيلعب اللي هو في نص الملعب اللي هو مركز 8 الطبيعي جدا.
لكن انا لما هلاعب اولمو، اولمو ما بيلعبش مع لايبسك كده، او طريقه لعبه كابتن مختلفه تماما. هو الراجل لما جه، تعال بقى اتفرج كابتن، بص الراجل كان لما لاعب اولمو سواء في مباراه المانيا او لعب فرنسا، بص يا كابتن خلينا نستعرض كده شويه صور عشان نلحق. التارجت بتاعه كابتن في المباراه اولمو يستلم في ظهر لعيبه فرنسا، ده الهدف الاولاني. الصوره الاولانيه وهو بيستلم هنا، بعد كده لعيبه فرنسا حاولت ان هي تقطع من راجل، بعد كده لامين يامال جاب جول، واحد من اروع اهدافه في المباراه في البطوله كلها. تعالى كابتن بعد كده في الهدف الثاني، الراجل برضو اسبانيا وهي بتبني اللعب، بص يا كابتن داني اولمو فين؟ ما بين تشواميني، وتشواميني بيحاول يمسك. لا ارجع الصوره اللي بعد كده، اتفرج على تشواميني وهو بيشاور على داني اولمو. بص يا كابتن في الصوره هو بيستلم ما بين رابيو وتشواميني. دي اصعب حاجه يا كابتن في الكوره انك تعمل مشاكل. عندك شاشه كبيره وراك ايه ممكن تشتغل عليها، او هنا لو حابب هنا هنا اقرب لنا. بص يا كابتن هو تشواميني هو بيشاور على مين؟ على داني اولمو، لان هو مش عارف هيروح على فابيان رويز ولا هيروح على داني اولمو، فهو كده هيخرج بره اللعب، لان هو المفروض هو اللي عامل الستاره قدام السرد باكين. كمل اللي بعديها، داني اولمو برضه. بص يا كابتن فين هو شغل الراجل كله. انا هستلم في الحته دي على الرغم مركز 10 انه بديل بالظبط كده. لا بس هو ده احسن بديل يا كابتن في البطوله طبعا. انا قصدي انه يعني الراجل ما عطلش لما صار بدري خالص. هو حاطط سيستم. نعم برضه لامين يامال حاول، الصوره اللي بعد كده هو هيحاول يشتغل معاه، نقل نفسه. بص استلم يا كابتن، بص رابيو اتضرب، كانتي بره الكادر، تشواميني بيحاول الحق. الصوره اللي بعد كده هتكمل، وبعد كده هو هنا الكره بتطلع بره. بص يا كابتن هو مكمل فين رغم الزياده العدديه اللي عند منتخب فرنسا، منتخب فرنسا، بس هو على طول على طول الراجل مكمل في حته ان هو يبقى سكند سترايكر. اول لما الكره وقعت الكره الثانيه هو اللي خدها جوه 18، عمل فنت وجاب جول. والهدف اتحسب باسمه في الاخر ولا لا؟ لا هو كابتن اتحسب باسمه في الديفليكشن، بس ما غيرتش اتجاهها، ما غيرتش اتجاه المرمى، فاتحسب. انت عارف الفيفا طبعا. هنا مثلا دي انا هنا بقى مش عايز اجيب على الجول. انا بوري حضرتك هنا حتى في الشوط الثاني، بص هنا فرنسا لما غيرت اللعب وبقى هاي لاين هنا في نص الشوط يا كابتن. اوناي سايمون هو اللي عمل الباس. بص يا كابتن الباس، بص معمول منين. مكمل هو اللي هيستلم يا كابتن بين الخطوط. وبقت اتعملت ترانزيشن على المنتخب الفرنسي، فهنا الراجل بيعمل شغله ان عندي حاجتين، داني اولمو انا هشتغل في ظهر خط وسط منتخب فرنسا وهيكمل لي. اتفرج على الجول بتاع المانيا، احنا لسه مكملين في الجزء ده شويه، اتفرج على الجول بتاع منتخب المانيا. طب خليني اروح بس لبلال الاول، عندك اي تعقيب او عندك اي نقط برضو حابب تبرزها قبل ما اتفرج على جول المانيا؟ احنا قسمنا الحالات، هو احمد شغال في شغل ديلافونتيك عامه بطريقه بشكل عام. يعني احنا عايزين نتكلم بس عن ظاهره اليورو زي ما قلنا. لامين يامال، لامين يامال امبارح الهدف اللي احرزه امام فرنسا، احرزه امام نفس الفريق امام فرنسا تحت 21 سنه الموسم من سنه 2023، يعني من سنه ده بجد؟ امام نفس المنتخب اللي هو منتخب فرنسا ونفس الدور يا كابتن. كان قبل النهائي معانا الصوره ولا مش معانا؟ معانا الصوره. لامين احرز نفس الهدف بنفس الطريقه ومن نفس المكان امام نفس المنتخب وفي نفس البطوله. طيب وفي نفس الدور نشوف كده بس. بص يا كابتن ده لامين يامال اهو امام منتخب فرنسا تحت 21 ده الاشبال. تحت 17 سنه. تحت 17 سنه. تحت 17 سنه اهو. هدف طبعا نفس الهدف اللي احرزه هيجي بعد كده اهو. القرار عنده يا كابتن بص راحت في نفس المكان ونفس دقه التصويب اللي عنده امام نفس المنتخب اللي هو. يا كابتن لامين يامال اصغر حاجه في كل حاجه حصلت، اصغر حاجه في كل يعني اصغر اسيست، اصغر احرز، اصغر واحد شارك، اصغر واحد يلعب نهائي، واصغر من سيتوج ان شاء الله. يعني لامين يامال بص ده الهدف بتاع امبارح يا كابتن. من نفس المكان تقريبا وامام برضو منتخب فرنسا، ولكن في يورو الكبار. وعلى فكره عارف السبب ايه؟ هو من المعجبين بعمرو دياب. دي حقيقه؟ هو قال له نفس المكان اللي كان بيجمعنا فتحني. هو كابتن بيقول لك الحقيقه ما جاتلوش. انا قلت لا انا ممكن قلت اصوله العربيه شويه. فهو اللاعب كابتن 16 سنه ولكن عنده الشخصيه، مر بتجارب مع منتخب الناشئين ومنتخب الشباب، واحنا وضحنا دوت ان ازاي اللاعب اصلا كان في منتخب الشباب عنده نفس القرار، ولما طلع المنتخب الاول ما كانش عنده رهبه القرار. يعني احنا في كمان صور عشان احنا مش معانا الحقوق. امبارح لامين يامال يا كابتن في كره الهدف الاول بعد ما فرنسا تقدمت، ويمكن الجوهري فاكر الهدف، هو اصلا كان هيروح ناحيه اليمين وكان جنبه ناحيه اليمين كان خيسوس نافاس طالع، وكان على الشمال كان جنبه داني اولمو، وكان جنبه كمان تقريبا موراتا كان نزل له، ولكن هو خلاص فكره الحل الجماعي
لا ده عادي ممكن ده السهل لكن هو خد القرار بعد ما خد الكره ناحيه اليمين رجع مره ثانيه بشماله وحطها في المقص. على ذكر لامين يامال يا كابتن وان هو احد خريجي يعني فريق اللمسية في برشلونه النهارده تشافي سايمونز لاعب منتخب هولندا واللاعب اللي برشلونه فرطت فيه ده خريج اللمسية وده خريج اللمسية. تشافي سايمونز بعد ما مشي من برشلونه راح للبي اس جي في فرنسا ولكن ما كانش عنده دقائق لعب ما كانش بيشارك فاختار ان هو يطلع للايبزيج في المانيا لعب 40 مباراه سجل 9 اهداف النهارده. لايبزيج ده كابتن منجم دي حقيقه ان في البطوله عندك لاعبين كتير قوي بيلعبوا في لايبزيج فما اعرفش معانا الصور ولا لا برده نفس اللاعب اللي هو تشافي سايمونز اللي هو راح لايبزيج من بي اس جي على سبيل الاعاره النهارده في مباراه هولندا. الصور قلب على فيديوهات فمش عارفين طيب خلاص عارفين النهارده قدر يعمل عمليه الاستخلاص ويغلط ديكلان رايز ويبقى عنده القرار. فواضح ان اللعيبه زي ما اتكلمنا في بدايه الحلقه بنختم في نهايه الحلقه ان اللاعب الصغير اللي بيتعود عليه او بيتمرن عليه في مراحل الناشئين هو اللي بيطلع يعمله مع الفريق الاول. سايمونز النهارده في بدايه المباراه ممكن نفس الكلام عنده اكتر من لاعب فاضي ولكن اختار الحل الفردي. انا قبل ما اكمل معاك الهدف اللي في المانيا هسالكوا سؤال وبتجرد شديد جدا. لاعب مصري ممكن كنا نشوفه في اليورو لاعب مصري نشوف في اليورو غير صلاح اكيد يعني نستبعد صلاح. صلاح ده بره ما انا بقول لحضرتك يعني صلاح بره المقارنه صلاح ممكن يبقى افضل من لاعبين كتير في اليورو. انا لاعب من الدوري يعني. المصري كده اهو لاعب من الدوري المصري حارس. طب ناخد حارس سن صغير ولا ما ان شاء الله يكون عنده 530 سنه لاعب مصري كان ممكن تلاقيه موجود في بينجح كده ومنور في اليورو. يلا جوهري زيزو محمد عبد المنعم طيب تمام كنت بحسب حد فيكم هيقول امام عاشور لكن اختيارين برضو ممكن امام برضو موفقين هم هو احنا يعني. بالمناسبه هم دول الثلاثه الافضل يعني امام زيزو محمد عبد المنعم الثلاثه على مستوى اللعب وحتى الثلاثه اللي كانوا رايحين هم الثلاثه هم بصراحه امام لعيب كبير طبعا ثلاثه تقال بسم الله ما شاء الله. هدف المانيا كنت عايز هدف المانيا وهتكلم على حاجه بقى نقولها كده بسرعه كابتن انا انا بالنسبه لي بقول لحضرتك بقى حته التكرار هنا انت شفت داني المو هو مكمل في حته ان الراجل هستغله بعد ما غيرت بيدري هستغله في الجزء ده. هدف المانيا لامين يامال برضو نفس القصه احنا هو المخرج بتاعنا دخل لجوه عمل الكات باس اتعملت لبره داني المو من وان تاتش راح مكملها لو معانا الصور بتاعتها هنستعرضها هتشوفها حالا. بعد كده كابتن الراجل اللي كنت عايز اكلم لحضرتك فيها نقطه مهمه انا كمدرب ما عطلتش يعني ايه ما عطلتش ده بدري ده لعيب كبير قوي انا ببني عليه اللعب والطريقه كانت مختلفه انا بلعب بثلاثه فلات في نص الملعب رودري فابيان رويز اللي بالمناسبه فابيان رويز الناس كلها ما بتتكلمش عليه. بص يا كابتن احنا النجده بتاعتنا لامين يامال هو اللي هنروح عليه ناحيه اليمين راجل هيخش لجوه هتتلعب حالا اهي الصوره اللي بعد كده دخل لجوه تك داني اولمو عاملين زياده عدديه هايله. وبص يا كابتن فابيان رويز عشان انا هروح لفابيان رويز اللي بعد كده فابيان رويز جوه ال 18 وده راجل نص ملعب تعال بقى نروح بقى على قصه فابيان رويز واللي هي بتترجم دي لافوينتي والناس لازم تبقى فاهمه ليه الراجل ده راجل محترم. قبل يا كابتن مباراه كرواتيا في المجموعات كان في مباراه ايرلندا الشماليه في الاجنده الدوليه مباراه وديه هدف فابيان رويز في المباراه دي اهو يا كابتن معانا نسخه طبق الاصل جورجيا هدف في فابيان رويز في جورجيا يمين لمال دخل لجوه عمل الاوفر كمل الصوره اللي بعد كده. بص يا كابتن بتلعب على البعيده هو يمين لمال داخل لجوه هعمل على البعيده بص يا كابتن فابيان رويز فين هي نفس المنظر اللي احنا شفناه في بتاعه المانيا فابيان رويز ونيكو ويليامز وموراتا موجود كمل الصوره اللي بعد كده. معلش اعذرونا في موضوع الصور لا طبعا غصب عننا يعني لان بنحولها. بص يا كابتن فين بعديها جول الراجل مكمل ده ايه ده مركز 8 ما حدش فيكم اتكلم على نيكو ويليامز يعني الحقيقه لا 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 لعيب مهم جدا انا عايز اقول حاجه برضو مفارقه يا كابتن حصل انا بس انا عايز اكمل دي عشان اكمل معلش اكمل الجونين الهدف ده اللي هدف يا كابتن في المباراه الوديه ماشي مباراه جورجيا يلا اللي بعد جورجيا بسرعه يا جماعه يلا ايوه بص يا كابتن نفس الحته الاوفر بص فابيان رويز فين وايه يا كابتن انت كانك غيرت تيشرتات هي نفس الوقفه نفس الرسمه بنفس اللي كل حاجه ونفس اللي روح الصوره اللي بعد كده الاوفر لما هيتلعب فابيان رويز مكمل بالمناسبه اول خمس دقائق يا كابتن الاوفر بعد كده كمل على فكره مباراه الاخرانيه امام فرنسا اول خمس دقائق اوفر
نفس الطريقه فابيان رويز ضيعها بدماغه كان يقدر يجيب جول صحيح. الهدف الاولاني كنت عايز تقول حاجه في مفارقه حصلت يا كابتن في مباراه برشلونه مع باريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا لما اطرد اروخو مدافع برشلونه في المباراه الشهيره اختار يعني تشافي عمل تغيير غريب جدا وقتها ان هو قرر ان هو يعني يستبدل لامين يامال اللي كان نقطه قوه برشلونه في المباراه دي وكان قادر يستغل المساحات بعدها على طول اتعاقب برشلونه بالخروج اللي ده اللي كان هيحصل مع منتخب اسبانيا امام المانيا لما قرر ديلافوينتي ان هو يطلع لامين يامال في الدقيقه 64 والضغط بعدها جامد جدا والمانيا كان عندها كره في القائم وكان عندها اكتر من فرصه محققه وده اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده ان هو الراجل تدارك الخطا ده النهارده بابقائه لامين يامال ونيكو بس برضه خد بالك التغييرات اللي هو عملها هي اللي برضه كسبته مارين وهو اللي جاب الجول مارين واريا زبال هو عنده بص يا كابتن بس في مباراه المانيا تحديدا يا جوهري ما كانش ينفع تثبت او تحاول تثبت ان الاثنين دول انا عندي البديل بتاعهم لان انت عارف ان هو لا هو مش عايز يثبت دي هي الفكره ان هو كان خد بالك المدرب يمكن ياخد ريسك كابتن شوبير في حته يا تمشي معاه والناس كلها تقول عليه الله زي ما كابتن شوبير كان بيتكلم على ساوث جيت يا اما الناس هتبتدي تقطع هو لما خد الريسك هو كان عايز يعمل ايه انا عايز ازود واحد في نص الملعب انا خلاص مش هلعب على الترانزيشنز فمش عايز سرعات اللي هي التحولات انا عايز لعيبه تمسك الكوره وان انا احاول اضيع عايز اقول لكم على خبر مش سعيد اطلاقا يعني وقت الحلقه خلص احنا احمد الجواري نورتني وشرفتني بشكرك شكرا جزيلا استمتعت بيك بالعلم محسن نورتني وشرفتني استمتعت بيك جدا 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 بشكركم اعزائي المستمعين السلام عليكم